صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 25 لسنه 2020 بتعيين مدراء عامين في وزاره الداخليه جاء فيه انه يعين في وزاره الداخليه كل من العميد عيسى حسن محمد القطان مديرا عاما لمديريه شرطه المحافظه الشماليه العميد جابر محمد الجويد الخالدي مديرا عاما للاداره العامه للحراسات العميد ابراهيم سيف بخيت النجران مديرا عاما لمديريه شرطه محافظه العاصمه